العتبة الحسينية المقدسة تقرر علاج جميع الأطفال دون سن 12 عاماً الذين يعانون من الأورام السرطانية مجاناً. طبعاً مؤسسة الوارث أو وارث الدولية لعلاج الأورام في كربلاء المقدسة هي تكفلت بعلاج الأطفال ما دون 12 سنة. احنا نشكر ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الأطفال ونشكر المرجعية. بارك الله يعني بجهودكم وكل إنسان من ساعد وساهم بهذا الإنجاز الإنساني، هذا دليل على الإنسانية. وشكرا مرة ثانية لكل شخص ساهم بإنقاذ الأطفال أو هذه الأطفال من مرض السرطان. عندنا أخبار كثيرة على